بالعلم وبالفهم الراشد، بالعزم وبالأمل الواعد، نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الفقه والأدب مع بيوت الله هو حديثنا في هذه الحلقة. الشيخ محمد، قبل هذا الفاصل كان الحديث حول أهمية مراعاة اتجاه القبلة في بناء المساجد. طيب، نحن أول شيء طبعا لابد يكون عندنا حسن اختيار لموقع ومكان المسجد، وتكون يعني هذه الأرض هذه طيبة طاهرة بعيدة عن الضوضاء والتشويش، يكون وسط في الحي مثلا، متوسطة في الحي. بناء المساجد على الشوارع العامة ترى مهم جدا، الناس تبحث عن مسجد، وإذا ما كان مسجد في مكان بارز لا يهتدون إليه. صحيح. وقلت مرة لأحد الأشخاص، يعني قلت له غريبة يا أخي، البلد هذه أو المدينة هذه ما فيها مساجد على شوارعها الرئيسية، يعني مثلا فيها 4 شوارع رئيسية، أعرض شوارع في البلد، ما فيها مسجد ولا على. قال إيه بس حرام، يعني هذه أماكن ممكن تؤجر بأسعار غالية تجارية. شوف كيف حرام، يعني صار الآن يقول حرام، يعني هذه تروح معارض يعني أحسن. فناس تقدم الدنيا على الآخرة، يعني منظورهم هذه مشكلة. ثم عندنا قضية التخطيط والبساطة، عدم التكلف، وما نخترع، يعني يجي يسوي لك مسجد على هيئة مثلث، مسدس، مخمس، مثمن، يضرب حتى قضية استواء الصفوف. ولذلك كره بعض العلماء الصلاة في مسجد تختلف فيه الصفوف ولا تتساوى، وكرهوا بناء مسجد غير مربع. طبعا المستطيل يدخل عندهم في المربع. نعم. المستطيل يدخل عندهم في المربع. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام الأصلي إذا رأيناه فهو 4 أضلاع طبعا، لكنه على هيئة المستطيل، يعني يمكن عرض الصف أكثر من الطول. والأفضل أن يكون جدار القبلة مستقيما غير متعرج، وأن يوضع المحراب في جهة القبلة بشكل واضح، وأن يكون البناء واسع، الصفوف مستقيمة. نبتعد بتصاميم مساجدنا عن أشكال معابد غير المسلمين، ونحدد اتجاه القبلة بشكل واضح. وإذا بني المسجد بانحراف يسير عن القبلة لا بأس، لكن لو كان الاختلاف تام بحيث خرج إلى جهة أخرى فهذا لا تصح الصلاة فيه بهذه الحالة. يعني لو كان مثلا القبلة مثلا جنوبا والقبلة الصحيحة والمسجد صفوه شرق، هذا اختلاف تام في الجهة. جميل. هذا ما هو ميل يسير، ما هو ميل يسير يتسامح فيه، هذا اختلاف تام في الجهة. اي نعم. لكن الميل اليسير هذا وش حد يا شيخ محمد؟ يعني إذا لم يخرج عن الجهة، يعني إذا ما تغيرت الجهة تغيرا تاما من الشرق إلى الشمال مثلا، أو من الجنوب إلى الغرب. يعني عندنا مثلا الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي، إذا كان في موازاة هذه الجهة نقول عنها مثلا أن هذا جائز فيه؟ يعني أحيانا مثلا يفرق مثلا 10 درجات 15 درجة، الفرق يسير فلا بأس بذلك. جميل. يعني تصح الصلاة. ما يتعلق شيخ محمد، وهذا أيضا يدخل في عمارة المساجد، كثرة السواري فيه، كثرة الأعمدة، وهذا قد يشكل أحيانا في قضية الصفوف، فما أهمية أن يحرص يعني في بناء أو يحرص في بناء المسجد على قلتها؟ ورد في حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ونطرد عنها طردا. وهذا وصحه الشيخ الألباني في تعليقه على سنة بن ماجة. السواري يعني أحيانا يكون لابد منها لحمل البناء الأعمدة، وليس خطأ أن تجعل أعمدة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أسطوانة في مسجده، وتنفع سترة المصلين مثلا الذي يصلي بمفرده، السنة كذا، جماعة إمام الجماعة أحيانا. لكن الآن بعض الطرق الهندسية يعني بالجسور في السقف يمكن أن يستغنى عن الأعمدة، لكن وجود الأعمدة
ليس خطأ في المساجد، لكن تجعل الصفوف مثلا صف أمام العمود صف خلف العمود، ولا تكون الأعمدة مخترقة للصف، فليس الخطأ وجود أعمدة في المسجد، وإنما لا نجعل الأعمدة تتخلل الصف. جميل. ما يصير عمود في وسط الصف، نجعل الصف أمام العمود خلف العمود بمسافة، بحيث يصير العمود كأنه بين صفين. جميل. وليس داخل ضمن الصف. طبعا يدخل فيها قطع الصفوف بالمدافئ، قطع الصفوف بحاملات مصاحف، كل هذا مكروه، ولا يصف بين الأعمدة إلا إذا دعت الحاجة وازدحم المسجد وما في مكان إلا بين السواري. جميل جدا. ما يتعلق شيخ محمد ب، وأيضا هذه يعني نلاحظها في بعض المساجد اللي هي مداخل المسجد، أبواب هذا المسجد، أحيانا يكون مدخل هذا المسجد من أمام المصلين، بحيث أن الإمام إذا شرع في صلاته يكون الدخول من أمامه أو من يعني عن يمينه أو عن شماله، مما يتسبب في إيذاء المصلين بدخلة المصلين من أمامهم. حتى كذلك باب مصلى النساء أيضا، يعني ربما هذه يقصر في الانتباه لها بعض من يبني هذه المساجد في أهمية اختيار هذه الأبواب. صحيح، ينبغي أن تكون الأبواب فعلا في مواقع مناسبة لدخول الناس وانصراف الناس، هذه مهمة. كذلك النساء، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خصص بابا في مسجده للنساء، وابن عمر ما دخل منه حتى مات. نعم. وهذا دليل على عدم اختلاط الرجال بالنساء حتى في أماكن العبادة وأقدس وأطهر البقاع، فكيف بغيرها مما هو أدنى منها. فطبعا تعدد الأبواب، مثلا طريقة المداخل بحيث تكون وضع الأحذية في الخارج، في يكون محافظة على نظافة المسجد. أحيانا يصير في يعني مكان قبل الباب بحيث يتهيأ الناس للدخول ويخلعون أحذيتهم، هذه أشياء يعني ينبغي العناية بها للمحافظة على المسجد، وأن يعني تكون صيانته أسهل، تنظيفه أسهل، أبعد عن التقذر. أي نعم. ما يتعلق أيضا بهذا الموضوع شيخ محمد، ما يكون في تبريد هذا المسجد أو حتى في الشتاء مثلا في تدفئة هذا المسجد، كثيرا ما يحصل إشكال في هذه النقطة، ما يتعلق ب يعني بعض الناس يريد أن يكون هذا المسجد بارد وبعضهم لا، يرى أن برودة المسجد زائدة عن حدها ويحصل بعض الإشكال في ذلك، يعني في عدد حقيقة لا بأس به من هذه المساجد. أيضا يعني أهمية أن تكون هذا التبريد أو تكون هذه التدفئة بالشكل المطلوب الذي يعني يرضي الجميع في ذلك، يعني هو قضية المحافظة على خشوع الناس مهم، ويكون المكان مثلا ليس باردا جدا ولا حارا جدا بحيث تحدث أذية للمصلين. يراعى الأعم الأغلب من الناس، في درجات حرارة متفق عليها حتى دوليا في ضبط المكيفات، جاءت على دراسات طريق دراسات، فهذه التي نحرص عليها. كذلك مثلا نحرص البنيان ما يكون فيه إسراف، لا في الفرش ولا في الأبواب ولا في الجدران، وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل كما في البخاري. نحن ما نقول أن حطوا جريد نخل، لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بتشييد المساجد، يعني جعلها ذريعة للزخرفة. جميل. كذلك بعض الناس يزخرف ويقول يعني حنا بيوتنا زخرفناها، بيوت الله أولى. طبعا هذا قياس باطل، لأنه بيوت الله لا تحمر ولا تصفر ولا تشغل الناس. صحيح. ولماذا تضع هذه الأموال والفسيفساء وجبنا صناع من الغرب والشرق وكذا، وسعى نقش الأسماء الحسنى على جدران المسجد وفعل بدع ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أنت تهتم بالعوازل الحرارية والعوازل المائية، واهتم بالنظام الصوتي، واهتم بنظام التكييف، واهتم بموضوع الفرش المريح، لكن تزخرف وتلون وتكتب، هذا ليس من الدين في شيء.